زيارة وزير الدفاع التركي إلى القواعد العسكرية المحتلة التركية في كردستان بعد العملية العسكرية التركية الأخيرة في العمق العراقي أثارت امتعاض وغضب الشارع الكردي الذي تساءل عن أسباب وجود القواعد العسكرية التركية المحتلة في الأراضي الكردستانية والتي باتت تشكل تهديدا أمنيا واضحا للجميع وبالأخص بعد الهجمات الأخيرة التي طالت محافظتي دهوك والسليمانية. يعني وزير دفاع دولة عضو في حلف ناتو كيف يعني يستطيع أن يدخل إلى أراضي دول جوار لتركيا؟ يعني هذه انتهاك صرف لحقوق وسيادة العراق شعبا وبلدا. فمع الأسف يعني حزب الديمقراطي هذه المرة بشكل علني يشارك في الحملة التركية التي تستهدف إقليم كردستان والدولة العراقية. ليس بغريب على الحزب الديمقراطي أن يشارك في ذلك، تاريخ هذا الحزب حافل بهكذا نماذج من الغدر وضرب الخنجر في ظهر الأحزاب والحركات الكردستانية. الحرب الأهلية في 94 نتذكرها جيدا كيف استنجد الحزب الديمقراطي بالدولة التركية حينها ضد الاتحاد الوطني وحزب العمال الكردستاني، وهو يستنجد ولا يبالي إذا كان في ذلك مصلحة له. الجهات السياسية في المدينة انتقدت صمت حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية عن ما يقوم به الجيش التركي المحتل من انتهاكات للسيادة العراقية وتجريف للبساتين والمزارع والقرى الحدودية وتشييد المعسكرات في أماكن تواجد تلك القرى التي نزحت بفعل العدوان التركي المحتل على مناطقهم. هناك حوالي 40 قاعدة عسكرية لتركيا، فلذلك من السخرية إدانة هذه المسائل، بل يجب الوقوف عند الشرعية أو قانونية وجود هذه القوات ومن يقف وراء هذه، والجميع يعرف من الدولة الاتحادية إلى الأطراف السياسية على مستوى العراق والمستوى الدولي وجيران العراق مدركون تماما بأن هذه القواعد موجودة في إقليم كردستان بطلب ودعم خاص من حزب الديمقراطي الكردستاني. تركيا تقوم بشن الهجمات البرية والجوية وتهجير للقرى الحدودية بهدف احتلال تلك المناطق، بينما نجد صمت حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية عن ما يجري في المناطق الكردستانية من انتهاك واضح لحقوق الإنسان من جهة، وإقامة مقرات عسكرية تركية تهدد أمن المنطقة برمتها من جهة أخرى. من السليمانية على التويجري، اليوم